تحديات كبيرة تواجهها شريحة الصناعيين في البصرة، ولا سيما أصحاب المقالع والكسارات في قضاء الزبير، والتي توقفت عن العمل بسبب زحف المحرمات النفطية عليها. احنا أصحاب المعامل والمقالع، أصحاب المعامل والمقالع جاي وزارة النفط جاي طالبنا بالترحيل، والسبب نبعد عن المناشئ النفطية بكتاب من وزير النفط صادر ب 14/12/2021 بالابتعاد عن المناشئ النفطية 50 كيلو متر. زين 50 كيلو متر لازم نطلع من الزبير نهائيا. الحقيقة هاي الناس بعيدة عن المنشآت النفطية وعن الأنابيب وعن المنشآت، لكنه قد يكون يقرب من عدة 150 متر أو 200 متر، والمحرمات الموجودة اللي قررتها وزارة النفط هي 50 متر. ولهذا احنا نطلب من السيد محافظ البصرة والسيد شيخ عادل انه يوضعون يعني يحصلون على قطع اخرى استثمارية لهاي الناس الموجودة في الوقت الحاضر على المكسرات والمعامل والمقالع. اتحاد الصناعات العراقي استشعر حجم المشكلة وخطورتها، فقام بافتتاح مكتب خاص في قضاء الزبير تحت مظلة غرفة صناعة البصرة لتذليل الصعوبات ورفع المعوقات التي تعترض عمل هذه المقالع الركيزة الأساسية في التشييد والبناء. يعني احنا بينا 500 إلى 600 معمل ليعمل لحد اللحظة 150 إلى 200، وال 300 توقفت لأسباب مضايقات، لأسباب عدم تفكير بعض المسؤولين بهذا الجانب الحيوي. فلذلك اضطرينا لفتح هذا المكتب اتفاق مع اتحاد الصناعات في بغداد. طبعا فتح هذا اليوم المكتب بعد وجود مشاكل كثيره من اخوتنا الصناعيين، وخاصه الموجودين في هذه المنطقه، وهذه المنطقه استراتيجيه واهميتها على صعيد محافظه البصره والعراق بصوره عامه. طبعا هناك مشاكل حقيقيه يواجهها الصناعيين اخواننا هنا، وخاصه من هذه المشاكل لكون المنطقه نفطيه، والقرارات الموجوده من وزاره النفط التي تتملك جميع الاراضي ولا تكون هناك رؤيه لمعالجه هذه المشاكل ومنها الاراضي. قضاء الزبير غربي البصره كان يضم اكثر من 500 موقعا صناعيا، بين مقلع للرمل والسبيس وكسارات للحصى لم يبق منها سوى عدد قليل بسبب المحرمات النفطية، فيما يأمل أصحابها رفع الحيف عنهم لإعادة تشغيلها من جديد. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.